ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ترأس الاجتماع الثامن لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والذي شهده كافة أعضاء مجلس الإدارة. وفي بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالأعضاء مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للارتقاء بالحركة الرياضية، ورفع سموه أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، وهنأ أعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والصحة والبركات. بعد ذلك ناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وقام الأمين العام سعادة السيد محمد حسن النصف بتقديم عرض موجز عن مستجدات الأمور الإدارية والمالية باللجنة الأولمبية ومشروع تطوير المركز الوطني للطب الرياضي والتأهيل واستعراض قائمة الرياضيين المستفيدين من برامج التضامن الأولمبي. كذلك اطلع سموه ومجلس الإدارة على الإجراءات الاحترازية التي قامت بها اللجنة الأولمبية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 على الموظفين والاتحادات الرياضية والمبادرات الأخرى التي قامت بها اللجنة الأولمبية دعما لجهود فريق البحرين الوطني.